So I couldn't wait to meet her again.
ثم إذا فتح أحد هذه النبوات وسكت. إذا الخلافة التي على مثال النبوة هي التي تعقب العصر الذي نحن فيه. نحن الآن في مرحلة المراحل في المرحلة الرابعة. اجعلوا هذا الكلام جيدا وعلموه لأبنائكم حتى يعرفوا كيف تدرسوا. علم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. نحن الآن في المرحلة الرابعة. بعد هذه المرحلة الثمان خلافة على منهاج النبوة. من هو هذا الخليفة الذي على منهاج النبوة؟ أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو الذي نفسي بيده لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطور الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من أهل بيته اسمه يواطئ اسمه يعني اسمه محمد واسم أبيه يواطئ اسم أبي يعني اسم أبيه عبد الله يملأ الأرض عدلا بعدما بنيت جورا وظلما يصلحه الله في ليلة ويفيض المال في عهده يمكث في الأرض 7 سنين ثم بعد ذلك يستلم أو يتسلم الراية من الملك سيدنا يوسف ومريم عليه السلام. إذا هذه الخلافة لم تكن في المسجد في بيت المقدس. الأمر الأهم من ذلك أن سيدنا عيسى عليه السلام حينما ينزل سيحكم من بيت المقدس. وهذا الأمر الذي يغيب عن كثير من المسلمين. يعني نزول سيدنا عيسى سيكون استكمالا لبقاء المهدي. ثم المهدي يسلمه الراية عند صلاة الفجر. ثم يتولى بعد ذلك سيدنا عيسى ابن مريم مسألة الدجال. ينتهي عيسى من الدجال يبعث الله عليهم يأجوج ومأجوج. ينتهون من يأجوج ومأجوج يعم الإسلام الأرض ويمكث سيدنا عيسى بين المسلمين ثم يموت ويدخله المسلمون ويصلون عليه ويعم الخير بين الناس مرة أخرى وتفرق الأرض بركته ثم يتقادم الزمان مرة أخرى ويموت الناس إلى الكفر. هنا تخرج الدابة من الأرض وهنا يكون طلوع الشمس من مغربها وما إلى ذلك السنة. وتأتي المراحل المتفارقة يعني هنا تتم البيع في المسجد في المسجد الحرام ثم ينتقل إلى المسجد الأقصى. من هذه اللحظة تتتابع الحركات. نحن الآن يعتبرون في المرحلة الممهدة لما قبل المهدي. نحن الآن في التمهيد لمرحلة قادمة. متى تأتي الله على المهدي؟ لا نعلم ولا نظلم ولا نعلم. إنما نقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرت كثيرا لا يكتفي الوقت بذكرها وتفصيلها. لكن نحن نتربى في المراحل النهائية. ومعنى افترضنا انه ليس اليوم او بعد او بعد غد لكن استعد على قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت على الساعه كفتين ان كانت فتحبطني ونحن في مراحل قريبه لكن الذي يعنينا من كل ذلك ان بيت المقدس هو عاصمه امه الاسلام في ذلك الزمن وهذا دليل على ان ذلك الاستلام صاحب الظالم إلى زوال لن يبقى هناك لن يكون له وجود هناك ووجوده هناك
invade a war and they can bombard a garrison. Since the Israeli government is in control of Jerusalem, Christians and Muslims are not safe, and they've been tortured, and their homeland has been confiscated. So under the Christians, Jews and Muslims did not enjoy a good life under their control. And under the Jews, especially the Zionist group, Christians and Muslims did not live in peace. Only Muslims are uniquely qualified historically to bring everybody peace together. We are the ones who can stand with a high war of rebels, and they are the ones who brought savage and they brought destruction around the world. From World War I to 2 to the Holocaust to every devastating genocide around the world happened by the Western countries. I don't believe strongly after what I saw that these countries witnessing the 21st century genocide killing children over the children. But they did not
Thank you.
chapter